تحرير مناطق جزيرة الخالدية في محافظة الأنبار. أطراف نيابية تطالب القائمة العراقية أن ساحات الاعتصام شجعت على التواجد في المحافظات. خلال يومين والله العظيم يقدر يحلونه. الخروج والمطالبة ورفع صوتهم صوت الحق. يغلق مكتب مجلس النواب أبوابه بوجوه هؤلاء. مطالبات الشعبية بضرورة الإفصاح وبشفافية تامة عن أسماء الكتل. بغداد، ميسان، من كربلاء المقدسة، طهران، من اسطنبول، دمشق، من الديوانية، القاهرة، غزة، فلسطين.